هلا والله شباب، رجعنا لكم فيديو جديد اسطوري، تحدي بين الاب وابنه على فرجيهم الصحن. ثوب كلها ولا واحدة؟ هاي مضرطة. لا واحدة. طب عندي عندي يلحق الشافك. عندي تحدي. لا 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 لا. عندي تحدي. اذا انت بتجيب 40 كيل او انا بجيب 40 كيل، انت لازم تاكلها كلها. هي صعب ال 40 كيل. كلها لا كلها لا. انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ انا عندي ثقة بنفسي بس كلها لا. لا والله هذا مش واثق. طبعا يا اخوان انا وعبود اكثر اشي بنكرهه الثوم. يعني الاثنين بنكره الثوم. بس انه لا عبود لا اوكي انا واثق بنفسي بس لا مش واثق. هذا حكي انسان مش واثق. طبعا عمري لا اسمع انا قلت يا عمي بطلت يروح دور على هيك. لا لا يا الحبيب لا 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 هد 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 خلص اسف بس الخاطر الله حد وحده. طبعا يا اخوان التحدي كالاتي، عبود مسموح له فقط مسدس وانا اي سلاح بدي اياه. هلا هاي شنو هاي؟ طبعا انتم بتعرفوا يعني كل الجيمات اللي صورناها قبل جيم دخيل الله السبب بدك تشرح لو بنت بك الخير. بعرف يابا. صحيح صح. انا معي قولون والثوم بيدمرني بترجاكم. طب اسمع بدك سنجل ولا شو؟ لا انت مسدس فقط. طيب سنجل. طب سنجل المسدس ولا لا؟ ولا شيء خسا يا عامل. بالله عليك قل لي، ما هو انت راح تبلع. طيب فشرت. اشبغ معاك. اطلع يا حرمه. تعال يا بطيء. انت ما تستحي والله بشرفك. والله حرام والله توك. طب يابا انا معيش طلق، ايش ممكن اسوي؟ جهز الثومة. كيف؟ طب ثواني خلص طلق، ايش اسوي؟ يابا باي باي. خلص طلق الى مضرطة هاي. ايزي. احنا ما بنصور. ايش بيك وجه الدبس؟ اكل نخرة يا بجد. طب اسمع خط القاتي، بالله عليك تو خط القاتي. في واحد راح ياكل ثوم. يا حرام. شو اسمه الله يرحمه؟ ولي أبليس. انتقلت إلى رحمة الله. يا برج ما بتوخ الطلاقي يعني. هاي والله بصير بلعب أم فور عسا. تفتح الباب. تقعدش مضرط. بيك. زلمة وأنا ببيك خلص. عادي يا بشنو. انتقلت إلى رحمة الله. جاهز الثوم جاهز. والله هي مضرطة. بس اتذكر سيرة الثوم قشعر بدني. طبعا انا معي 18 طلقة، بالله عليك شو اسوي؟ وفرهم. لا يا راجل. ايوه ما ضلش معه طلق. والله لا العب لك انفار. لا بس هالكل. لا 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 ما. لا 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 غش. وفر طلقك. شو وفر طلقي؟ وفر الاول شرط اخره. انا بامكاني افجرك بس خليني ابقى افجر حالي مبدئيا لانه بس راح استفيد اشي منك. لا هذا 80 طلقة حلو. يا حرام. كم بيبي كم يو كانت سي مي هاي بيبي لوبي. ولك خذه.
كم 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 فلش يا حبيبي. انا مش فاهم. يلا 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 كيف من فايز عليك يابا؟ ثوم راح تبلع ثوم تخسى ولا طبي. لا عيني ما بس روح لي باي سلاح بدي اياه. اخرس اخرس. طب ما اخرس انا. اي والله غشط بخاف على طلقاتي. قال مش خايف تعرف صدق انت شلت الام 20 منك. الله 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 على الهيد. الله طب الكاميرا يا الله. وينه؟ تعال وين هارب بيبي؟ يا ابن الكلب انت ما تستحي والله بشرفك. انت بتشتمني يالا؟ بقول لابو يالا. شو مالك؟ يا زلمة والله هكر عرفت يا زلمة مش طبيعي. كيف بس الهدات؟ نوب ابلع. كيف الهدات بس بالله عليك كيف الهدات؟ يابا وشرفي بدون سكوب كمان. احنا بنصور. ابلع 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 يا ابن الكلب. ابلع ابلع ابلع. لا لا يا الحبيب لا لا. هد 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 بيك. تقول لي ابلع يلا. ابلع يلا. مشاكل ما اريد اسوي قوه. هي هذا مسدس فاشل. انه مسدسا فاشل والله. خليني هلو هاي شنو هاي؟ وين حسيت؟ خلي النت تنفعني. هيها نفعتني وجبت كل فجرني. تنفس يا بعد قلبي. هذا مسدس الزراب لازم اخلص منه. كفو كبدا اموت حالي. لا يا ربي امجد والله غير استخدم سنايبر. بدي اموت حالي لانه موت حالك. كيف بدي اموت حالي؟ قنبله ما معي. مشكلتك هاي مضرطه. بطخ بالام بالله بالله. طب عندي فكره. هات النيد اللي معك. هاي خذها. لا لا بالله عليك والله. تعرف صدق انت. والله بكتب. الزلمة كم انت بداخلتك كم انت. لا يا ربي. لا او ماي جاد. مستحيل. لا يا الله. غير مسدس. يلا يلا بس غير مسدس. يا زلمه يا زلمه زلمه انت بتعرف كم هيت اكلت انت؟ وينك؟ شفتك. اطلع ولا ارمي نيت؟ بتطلع ولا ارمي نيت؟ طيب ارمي نيت. طيب وينك يا كتكوت؟ ايوه العبود وانا امزح لك كل هنا براسي عبود. يلا يابا انا عادي يعني بفعل عادي ما بستحي يابا. انا يعني انسان طبيعي فاهم علي؟ واخذ بالك معي؟ انا بدي كمبر
ما معي طلق. بده كمبر. عندي كمبر. بالغلط خلص. مسامح. مسامح كريم. مسامح كريم. عبود لا 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 لا. لا مسامح كريم. لا لا لا. طب بطيخية بس مش عسى نهاية الجيم. تخويف. خلص صاروا كل. أشبيك معاك. بطيخية بنهاية الجيم. النتيجة شيل كلين 6-8 عشبيك. طيب تمام. محسوب. الأوم. الأوم. بالأوم. طلع هاي كيف. لا ما راح اكل ثوم. لا راح تاكل. قدي صار هاي 10 كل بعي. طلع النت تبعتي ورا السور. ابلع. وابي عسى بدي العب ام 7 سنجل. عسيك خلص طلق انت بس تموتني خطة. اصلا انت موتني. ما موت. الوقت بنتهي. The red team doesn't have a lot of time left. ولك انت خلاص اطلع يا زلمة. شبيك انت من الصباح حياك الله. اسمع ها انا اجاني تليفون ضروري ولازم اطلع. بلو تيم فيكتوري. الو هيني جاي. لا والله كنت مشغول بشغله. هيني جاي بستنوا فيي تحت. جاي الزلمه. بستنوا فيي تحت. استنوا فيي. شباب الو كم واحد كم واحد شو كم واحد؟ كم واحد اللي تحت؟ كم واحد؟ عليك يا فك، عليك يا فك، ولك مو هيك. لا بدون تكشير هيك. لا عبود كبير يا زلمة هيك. عباصي. هالقد العبة. يا عبود. طيب بدي مي. هاي مي. كبيرة يا زلمة. بدك تاكل. صرت بدك تاكل. جاي تتحداني انا بنص الليل. طيب ماشي. تفضل. طب ماشي امسكها بايدي. طيب تمام. لا مش نصها. كلها. ابو فيدك لا. طيب ماشي اشيل عنها الكسر. طب انا بشيل. ما شاء الله عليك. انا بشيل لك اياها. يا زلمة اصلا هي بتاكل هيك خلاص بدون هذا القشر اصلا. هون نعمة الله. خذ نعمة الله. يا زلمة كله يا زلمة. طيب يا زلمة دقيقة يا زلمة كبيرة. يا زلمة شي كبيرة والله. اذا بتقسمها بطول واحدة يلا كل. تستحمل يابا انت اجيت تتحداني. طيب يلا كل. ما يا زلمة انا قلت كلامي يا زلمة. طيب يلا هاي سبرايز هيك. هاي شو اسمه اولية الفيديو هيك لازم. لا 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 والله خيال. يلا كل. والله تعبت راح اموت. شرك انا اطعمك اياها. لا 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 خلص. ها لانه كلها والله غير تاكلها يا اخوان. غش اذا ماشي. ها يا زلمه والله غير تاكلها. لا طيب هي بتسمي ايش والله انك بتغش. وين راح هيها. طب يلا كلها. ها ابلعها بلع عادي. اشوف ثمك. اشوف ثمك. لا والله غير تاكلها والله. روح تريد موت. يلا ما لي دخل. حاره هي. غير طعم. انت خرا. اشوف. ازغايه.
يلا كل يلا يا عطاكون قم يلا كلها زم كلها يزا يا اخوان يا اخوان تفايق وش هاي مضرطة والله العظيم يا اخوان والله هاي مضرطة تفها يعني ما فوتها بحلقه لا تفها على السريع امجد طالب بحقي واحدة ثانية شباب بنقول انتهى المقطع يا اخوان بدي اكل اي اشي هيك يغير طعم يلا بلع كندر انا يا اخوان ليك رحمة الدين يا الله كيف بحب الثوم اخيل الله شباب يا الله بتعرف ان الثوم مفيد للصحة يا با اه ان شاء الله غير تجربه يا عبود المقطع الجاي راح تجربه انا اسمع هذا التحدي بما انه ببجي فانا اكيد راح افوز عليك هذا يعني ايش الطبيعي راح افوز عليك فاهم علي يا الله المره الجايه يا اخوان راح نلعب لعبه ثانيه غير الببجي بتكون محترف فيها امجد تحيه لكم تنسوناش من اللايك والشير لايك والاشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس تحيه لكم